أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تهدف مدارس التربية النموذجية الريان القسم الثانوي إلى اعتماد مبدأ الجودة كمنهج عمل لتطوير شامل ومستمر يقوم على جهد جماعي بروح الفريق في كافة مجالات العمل التعليمي، وتطبيق معايير عالمية لقياس مخرجات التعلم، فهي نقلة بخطى سريعة نحو المستقبل. وتحرص مدارس التربية النموذجية الريان القسم الثانوي على أن الجودة وإتقان العمل وحسن إدارته مبدأ إسلامي بنصوص الكتاب والسنة، والأخذ به واجب ديني ووطني. آلية رفع المستوى التحصيلي للطالبات في القسم الثانوي الريان: تم العمل لتحقيق هذا الهدف والحصول على مخرجات تعليمية متميزة على 4 محاور، وهي المعلمة، الطالبة، البيئة التعليمية، المقررات الدراسية. أولا المعلمة: الاهتمام بالمعلمة من حيث النمو المعرفي والمهني، وذلك عن طريق عقد ورش تدريبية تخصصية من قبل مشرفات الأقسام. امتلاك المعلمة الآلية الخاصة بتفعيل التقنية الحديثة مما يحقق التكامل بين المواد، إضافة إلى تطبيق الاستراتيجيات بصورة دقيقة وصحيحة. تفعيل التقييم الذاتي من قبل المعلمات وإدارة القسم ومن خلال الاستمارات المعدة لذلك، مما يسهل عمل الإجراءات التصحيحية في جميع المجالات للبدء بالتحسين والتطوير. تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها بين المعلمة والطالبة وولي الأمر، مما يوفر للطالبة البيئة النفسية التي تساعد على التحصيل العلمي المنشود. المحور الثاني الطالبات: تحقيق هدف التعلم الذاتي الموجه الذي تبنى عليه الأبحاث والمشاريع والابتكارات. مشاركة الطالبات في المشاريع إضافة إلى تنمية الروح القيادية للطالبة وجعلها تتكيف مع الفرق التعليمية. مشاركة الطالبات في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالبرامج والمشاريع الخاصة بالمواد مع تقديم التغذية الراجعة للطالبات. مشاركة الطالبات في المشاريع الخاصة بالمواد مما يزيد من خبراتها التعليمية ويساعدها على النمو المعرفي. التعزيز المستمر والمطلوب للطالبات الضعيفات ودعم المتفوقات للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية. إدراك الطالبة بحقوقها وواجباتها كمبدأ للجودة في التعلم مما يساعدها على الالتزام وتحمل المسؤولية تجاه نفسها ومجتمعها. المحور الثالث المقررات الدراسية: وضع أساسيات المواد على مدونة المدارس. عمل برامج إترائية للطالبات المتفوقات من خلال البرامج المكلفة فيها من الوزارة في الأولمبياد والابتكار وموهبة والماثلاتكس. الاهتمام بالاختبارات بأنواعها سواء كانت تشخيصية أو داخل الفصل، أو الاختبارات الشفهية أو الملاحظة المباشرة، أو استخدام ملفات الإنجاز. تحليل نتائج الطالبات في الاختبارات وقياسها في اختبارات أخرى، والعمل على التطوير المستمر وعمل إجراءات تحسينية للطالبات الضعيفات. المحور الرابع البيئة التعليمية: اهتم القسم بالبيئة التعليمية والصفية لكي تكون بيئة جاذبة للطالبات وتليق باحتياجاتها المختلفة. كذلك تم تزويد القاعات التعليمية الحديثة بأنواع الوسائل التي تساعد الطالبة على الوعي والفهم والاهتمام بالجانب المعرفي، كذلك توفير شبكة نت وسبورة تفاعلية. الاهتمام بالغرف المساندة وتجهيزها بأحدث الوسائل، وتجهيز الساحات الخارجية بوسائل ترفيهية مناسبة، والاهتمام بالوجبات الصحية المقدمة للطالبات.
توفير طبيبة معتمدة في القسم للعمل على متابعة الطالبات بشكل دوري، ونحمد الله على ذلك، آملين أن يكون كل عملنا يرجو فيه نرجو ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. مدارس التربية النموذجية، علاقة وثقة عبر الأجيال.